السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، ندرس معا الدرس الثالث من الوحدة الخامسة وثورة تموز وبناء مصر الحديثة. هذا الدرس يعتبر من أهم دروس هذه الوحدة على الإطلاق، لما يحتوي على معلومات هامة وقيمة جدا في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. ما هي أسباب ثورة تموز عام 1952 في مصر؟ دعونا نشاهد. أولا، الوعي الوطني والقومي لدى المصريين. إذن السبب الأول للثورة ومعظم الثورات التي قامت ودرسناها معا هو تنامي الوعي الوطني والقومي لدى الشعوب. إذن السبب الأول هو الوعي الوطني والقومي لدى المصريين. السبب الثاني هو رغبة مصر في التخلص من الأوضاع السيئة في البلاد. السبب الثالث هو المطالبة بإلغاء معاهدة عام 1936 ومعاهدة الحكم الثنائي في السودان. السبب الرابع هو نكبة فلسطين التي أدت إلى آثار سيئة في نفوس المصريين. والسبب الخامس هو تشكيل حركة الضباط الأحرار للتخلص من الحكم الفاسد والتبعية للأجنبي. والسبب السادس هو تهديد حركة الفدائيين المصريين للوجود البريطاني في منطقة قناة السويس. والسبب المباشر افتعال حريق القاهرة الذي قام به الملك بالتعاون مع بريطانيا لإخفاء مفاسدهم في البلاد. ما هي أسباب ثورة عام 1952 أو ثورة تموز سنة 1952 في مصر؟ أولاً، الوعي الوطني والقومي لدى المصريين. ثانياً، التخلص من الأوضاع السيئة في البلاد. ثالثاً، المطالبة بإلغاء معاهدة عام 1936 ومعاهدة الحكم الثنائي في السودان. رابعاً، نكبة فلسطين التي كان لها آثار عميقة في نفوس المصريين. خامساً، تشكيل حركة الضباط الأحرار للتخلص من الحكم الفاسد والتبعية الأجنبية. سادساً، ما شكلته حركة الفدائيين المصريين من تهديد للوجود البريطاني في قناة السويس. أما السبب المباشر والرئيسي أو السبب الذي أدى لاندلاع الثورة هو افتعال حريق القاهرة للتستير أو لإخفاء مفاسد الحكم في البلاد. تم تشكيل ما يسمى به حركة الضباط الأحرار أو الضباط الوطنيين، والذين أعلنوا الثورة في البلاد في سنة 1952 في 23 تموز. هذه الثورة أو هذه الحركة أجبرت الملك فاروق على الاستقالة، وتم تشكيل مجلس لقيادة الثورة بقيادة اللواء محمد نجيب الذي بدوره ألغى النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري عام 1953 وحل الأحزاب السياسية الفاسدة في البلاد، وأدى أيضا إلى تشكيل دستور جديد لحكم مصر وتحديد مستقبلها. ما هي إنجازات ثورة 23 تموز على كافة الأصعدة؟ ما هي الفائدة التي جناها أو التي جناها المصريون من ثورة 23 تموز؟ دعونا ندرس أولا على الصعيد الداخلي. 1. وضع دستور جديد للبلاد. 2. توقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا عام 1954 والتي تضمنت إلغاء معاهدة عام 1936، خروج القوات البريطانية من القناة أي من قناة السويس خلال 20 شهراً، عودة هذه القوات إذا تعرضت مصر أو أي دولة عربية أو تركية للخطر. إذن أول إنجازات الثورة على الصعيد الداخلي هي وضع دستور للبلاد. ثانياً، توقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا عام 1954 والتي تضمنت إلغاء معاهدة عام 1936، خروج القوات البريطانية من منطقة القناة خلال 20 شهراً على أن تعود هذه القوات في حال تعرض مصر أو أي دولة عربية أو تركية إلى خطر محدق. أما على الصعيد العربي، ما هي إنجازات ثورة 23 تموز على الصعيد العربي؟ أولاً، توقيع اتفاقية السودان مع بريطانيا عام 1953. ثانياً، الوقوف إلى جانب حركات التحرر العربية كما هو الحال في فلسطين والجزائر، وأيضاً تحقيق الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 والوقوف إلى جانب الثورة اليمنية سنة 1962. إذن إنجازات ثورة 23 تموز على الصعيد العربي، أولاً توقيع اتفاقية السودان مع بريطانيا عام 1953. ثانياً، الوقوف إلى جانب حركات التحرر العربية كما هو الحال في فلسطين والجزائر. ثالثاً، تحقيق الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 وتشكيل الجمهورية العربية المتحدة. رابعاً،
الوقوف إلى جانب الثورة اليمنية عام 1962. أما إنجازات ثورة 23 تموز على الصعيد الخارجي تتجلى من خلال تأييد حريات الشعوب واستقلالها، رفض سياسة القوة لحل المشكلات الدولية واعتماد سياسة الحياد الإيجابي وتشكيل حركة عدم الانحياز. دعونا نعيد إنجازات ثورة 23 تموز على مختلف الأصعدة. على الصعيد الداخلي تم وضع دستور جديد للبلاد وتوقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا عام 1954 التي تضمنت إلغاء معاهدة عام 1936 وخروج القوات البريطانية من مصر خلال 20 شهرا، على أن تعود هذه القوات في حال تعرض مصر أو أي دولة عربية أو تركية للخطر. أما على الصعيد العربي تم توقيع اتفاقية السودان مع بريطانيا عام 1953 والوقوف إلى جانب حركات التحرر العربية كما هو الحال في فلسطين والجزائر، وتحقيق الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958، وأيضا الوقوف إلى جانب الثورة اليمنية. أما على الصعيد الخارجي تأييد حريات الشعوب واستقلالها ورفض سياسة القوة لحل المشكلات الدولية واعتماد سياسة الحياد الإيجابي مع تشكيل حركة عدم الانحياز. كل هذه الإنجازات كما تعلمون تشكلت بعد وصول جمال عبد الناصر إلى سدة الحكم في مصر، وأيضا قيامه بالعديد من الإصلاحات الزراعية وبنائه للسد العالي وإقامة العديد من المصانع في البلاد، إلى ما هنالك أيضا من إنجازات على مختلف الأصعدة. دعونا الآن ندرس تأميم قناة السويس من قبل جمال عبد الناصر وقيام عدوان على مصر ردا على هذا التأميم. طيب، أسباب تأميم قناة السويس من قبل جمال عبد الناصر. تعود أسباب تأميم قناة السويس إلى عدم رغبة بريطانيا في الانسحاب من منطقة القناة مع أنها وقعت معاهدة مع المصريين في هذا الخصوص، وأيضا رغبة من المصريين في تأمين موارد مالية لبناء السد العالي. إذا نعلل ما يلي: تأميم قناة السويس من قبل جمال عبد الناصر. السبب الأول هو عدم رغبة بريطانيا بالانسحاب من قناة السويس، والسبب الثاني هو رغبة المصريين في الحصول على موارد مالية لبناء السد العالي على نهر النيل. هذا التأميم أدى إلى تشكيل عدوان ثلاثي على مصر بسبب رغبة الدول الاستعمارية في إسقاط حكم جمال عبد الناصر والقضاء على ثورة تموز وإضعاف حركات التحرر القومية والعربية وإجبار مصر على التفاوض مع الكيان الصهيوني. إذا ما هي أسباب أو الأسباب البعيدة للعدوان الثلاثي على مصر؟ طبعا العدوان الثلاثي بقيادة فرنسا وبريطانيا وأيضا إسرائيل. أسباب هذا العدوان: رغبة الدول الاستعمارية في إسقاط حكومة جمال عبد الناصر، القضاء على الثورة، إضعاف حركة التحرر القومي، وإجبار المصريين على التفاوض مع الكيان الصهيوني. أما السبب الحقيقي للعدوان فكما شاهدنا هو تأميم جمال عبد الناصر لقناة السويس مما هدد مصالح بريطانيا. إذن العدوان الثلاثي على مصر هو عدوان تم شنه على مصر بسبب العديد من المتغيرات التي طرأت في ذلك الوقت، ولكن المصريين كما شاهدنا أمموا قناة السويس لعدم رغبة بريطانيا في الانسحاب منها ولأنهم يريدون الحصول على موارد مالية لبناء السد العالي. أما أسباب هذا العدوان تتجلى من خلال رغبة الدول الاستعمارية في إسقاط حكومة جمال عبد الناصر والقضاء على الثورة المصرية وإضعاف حركات التحرر وإجبار المصريين على التفاوض مع الكيان الصهيوني، ولكن السبب الرئيسي هو قيام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس وتهديده بشكل مباشر لمصالح بريطانيا. طبعا فشل هذا العدوان بسبب صمود المقاومة المصرية ووقوف الدول العربية إلى جانب مصر وإنذار الاتحاد السوفيتي للمعتدين بوقف العدوان. إذن علل ما يلي: فشل عدوان الثلاثي على مصر، نقول بسبب صمود المقاومة المصرية ووقوف الدول العربية إلى جانب مصر وتهديد الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت بضرورة وقف العدوان. من نتائج العدوان الثلاثي
فشل الدول الاستعمارية في تحقيق أهدافها، خسائر مادية وبشرية للدول المعتدية، وارتفاع شأن جمال عبد الناصر. بعد وفاة جمال عبد الناصر استلم الحكم في مصر أنوار السادات. من أهم أعماله أنه أو من أهم الأحداث في عهده أنه وقع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، والتي تضمنت تسوية النزاعات بين مصر والكيان الصهيوني سلميا، والتأكيد على حق مصر بالسيادة على أراضيها حتى الحدود المعترف بها دوليا، وانسحاب مصر من صحراء سيناء، واستخدام مصر للمطارات التي ينسحب منها الكيان الصهيوني فقط لأغراض مدنية. بعد وفاة أنور السادات استلم الحكم في مصر محمد حسني مبارك، وحدثت في عهده العديد من الإصلاحات والتطورات، وطيح به في عام 2011 بثورة شعبية عارمة. إلى هنا نكون قد أنهينا أبحاث مصر في الوحدة الخامسة. أترككم بأمان الله.